أهلا بكم، معكم محمد رشاد من مدينة بنجويا الصينية، ونحن الآن نصطحبكم في جولة داخل مزرعة لزراعة الفاكهة وحيث التفاح الصيني. النوعية دي من التفاح الصيني بيعتبرها الصينيين إن هي نوعية خاصة ليهم، بيتم زراعتها بشكل كبير داخل مزارعهم وبيعتزوا بزراعة هذه النوعية من التفاح كونهم بيتميزوا بيها بشكل كبير. خلينا نشوف التفاح الصيني وطعمه وشكله. زي ما حضراتكم شايفين دي نوعية من أنواع التفاح بيتم زراعتها في دولة الصين بشكل كبير، وهي من الأنواع اللي بتمتاز بحلاوة الطعم وكبر الحجم. ده ثمارها زي ما حضراتكم شايفين قدامكم، وهناك بعض المزروعات الأخرى داخل هذه المزرعة، منها أيضا التفاح بمختلف أنواعه وبمختلف أشكاله، وكمان عندنا برضو زراعة الخوخ زي ما حضراتكم شايفين. دي زراعة الخوخ في جمهورية الصين داخل هذه القرية. واللي بيتم تغطية الثمار بالمناديل والأكياس البلاستيكية للحفاظ عليه من الحشرات ومن المبيدات الرش اللي بيتم رشها لهذه النباتات. خليكم معانا في بث مباشر من اليوم السابع داخل مزرعة في مدينة بنجويا. زي ما حضراتكم شايفين دي زراعة ثمار الخوخ. بجانب زراعات تانية أخرى هتشوفوها معانا من خلال البث المباشر من مدينة بنجويا الصينية. وده ثمار الخوخ أيضا. زي ما حضراتكم شايفين المنظر داخل هذه المزرعة اللي بتغطيها الأشجار والثمار في كل جانب من جوانبها. مساحات كبيرة ومساحات مزروعة من كل النواحي ومن كل الجوانب، بيتم استغلال كل المساحات وزراعتها بالشكل اللي يتناسب معاهم. المزرعة دي مش بس بتزرع الفاكهة، بتزرع أيضا الورود بجانب بعض الخضروات الأخرى. بنأكد لحضراتكم إن الصين تعد من أكبر الدول المصدرة للفاكهة على مستوى العالم. نحن الآن متجهين إلى زراعات أخرى داخل هذه الحديقة. خليكم معانا في البث المباشر من جمهورية الصين الشعبية. عايز اقول لكم ان الفاكهة طعمها جميل جدا جدا، واسعارها بشكل كبير منخفضة مقارنة بالفواكه الاخرى في الدول الاوروبية والاسيوية.
دي برضو بعض الأخشاب اللي بيتم استخدامها في عملية طهي الطعام. هي بتطلب مني تاخد الثمار عشان تغسله وتجيبه لي كنوع من أنواع الترحيب وأنا داخل هذه المزرعة. هنتابع معاكم. مغزي. هي بتقول لي ان الثمار الى الان لم يصلح للاكل لان الثمار لسه صغير. دي زراعه الصبار. زراعه الصبار الصيني. وبعض أشجار الزينة. Hello. زي ما حضراتكم شايفين الزراعات في كل الجوانب. خليكم معانا في بثنا المباشر على تلفزيون اليوم السابع. وده الذرة المسلوق اللي بيتم زراعته.